اهلا بكم في مال واعمال. انا دينا سالم. ضيفي الليله هو المهندس روماني رزقلة، خبير تكنولوجيا وامن المعلومات والاتصالات، والحديث عن التنميه الرقميه الشامله والتحول الرقمي في مصر. لكن قبل ذلك نبدا معكم دائما بجوله واهم اخبار الاقتصاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقاً تجارياً أولياً قريباً مع الصين. ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق نجاحاً ملحوظاً فيما يخص اتفاق التجارة، مشيراً إلى أن التوقيع على بنود المرحلة الأولى ستكون مطلع يناير المقبل. ونتيجة للاتفاق الأولي، وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، على أن ترفع الصين من قيمة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارة البيت الأبيض بمناسبة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي والمقرر في نهاية يناير العام المقبل. ونقلت صحيفة ساندي تايمز أنه لم يتم بعد إجراء مناقشات رسمية مع البيت الأبيض بشأن التوقيت الدقيق للزيارة، حيث يواجه الرئيس الأمريكي احتمال محاكمة مجلس الشيوخ الشهر المقبل. هذا واجهت الحكومة البريطانية بإصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتا بمناسبة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل. يذكر أن وزارة المالية البريطانية اضطرت إلى تعليق إنتاج هذه القطعة النقدية بسبب تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقررا في نهاية أكتوبر الماضي. قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعد ألمانيا على تجنب مخاطر الركود الاقتصادي، وأضاف أن تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الأوروبي، متوقعا انخفاض حدتها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الجهود التي يبذلها الطرفان لحل المشكلات التجارية العالقة بين البلدين. أصدر بنك راند ميرشنت أحدث تقرير سنوي له بعنوان أين تستثمر في إفريقيا في 2020؟ يسلط التقرير الضوء على أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات، كما يحلل 54 دولة إفريقية وفقا لجاذبيتها الاستثمارية. جاءت مصر في المركز الأول بدعم من تحسن بيئة الأعمال وارتفاع قيمة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي للدولة وإعادة مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية ضد مشروعي نقل الغاز السائل الشمالي 2 والسائل التركي من دون أن يضر ذلك بمصالحها. وأضاف لافروف أن روسيا لن تضحي بعلاقاتها مع الصين لاسترضاء الولايات المتحدة. أشادت الحكومة الروسية بتوقيع موسكو وكييف اتفاقية ترانزيت الغاز، وأضافت الحكومة الروسية أن اتفاقية التسوية تسمح بحل عقدة المطالب المتبادلة والحيلولة من دون تجدد مثل هذه المشكلات مستقبلا، إضافة إلى حل جميع المشكلات العالقة بين البلدين. وقعت الحكومة الانتقالية في السودان على برنامج بقيمة 20 مليون دولار مع صندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة، يهدف إلى دعم السلطات الانتقالية. وقال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك إن الحكومة ملتزمة بعقد شراكات فاعلة
تساعد في تهيئة بيئة مواتية للسلام المستدام والاستقرار الذي طال انتظاره للسودان وشعبه. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف السيادي للبنان الطويل والقصير الأجل عند تريبل سي مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة إن مخاطر طول فترة الفراغ السياسي في لبنان تزيد من الغموض بشأن السياسات في الدولة خلال الفترة المقبلة. ننتقل لملف النفط، حيث قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إنه يأمل أن تنتهي بلاده من تسوية المنطقة المشتركة مع السعودية قبل نهاية العام الجاري. وخلال مؤتمر صحفي أضاف الوزير أن أسواق النفط وأسعار الخام مستقرة في الوقت الحالي بعد التخفيض الذي أعلنته أوبك مع حلفائها في الاجتماع الذي انعقد منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع له انعكاسات إيجابية على أسواق النفط عالميا. يذكر أن السعودية والكويت أوقفت الإنتاج من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها منذ أكثر من 3 أعوام، ليتراجع الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.5% من إمدادات النفط العالمية. هذا وشارك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ممثلا عن مصر في الاجتماع رقم 103 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك في الكويت. ناقش الاجتماع سبل تفعيل وتطوير نشاطات وأعمال المنظمة وتقدم العمل في معهد البترول العربي للتدريب بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر عربية متقدمة في مختلف مجالات الصناعة البترولية. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية. وخلال كلماته في مؤتمر الأهرام الاقتصادي أوضح معيط أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي تقدر حاليا بنحو 12 تريليون دولار، ما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مضيفا أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 18%. وأكد معيط أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية. وقعت الشركة الهندسية لصناعة السيارات عقدا مع شركة فيرست أوتوموتيف لصناعة السيارات، وهي وكيل شركة يوتونغ الصينية، لتجميع 105 حافلة. وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن شركة فيرست أوتوموتيف تلتزم بتوريد المكونات والأجزاء المستوردة والمحلية والعنابر والمستلزمات الضرورية لتجميع حافلة كاملة. والآن نأخذ نظرة سريعة على أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية لهذا اليوم، ونراقب أيضا أسعار الذهب لهذا اليوم. We'll be right back.
انتهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب. EGX 30 يغلق على صعود ب 14% والإغلاق عند مستويات 13892 نقطة. EGX 70 يصعد اليوم بأكثر من 20% و EGX 100 يختتم التعاملات أيضا على صعود. قيم التداولات تعود مرة أخرى للتدني، يعني نلاحظ اليوم أنه قيم التداولات لا تتعدى 385 مليون جنيه مصري. أما عن فئات المستثمرين فما زال المستثمرون المصريون يستحوذون على النصيب الأكبر من التعاملات بأكثر من 61%، يليهم الأجانب ب 36% والعرب لا تتجاوز نسبتهم 2%. أما المؤسسات فكان نصيبها أكثر من 77% من تعاملات اليوم والبقية للأفراد. على صعيد البورصات العربية، مؤشر السوق السعودي ينهي جلسة اليوم على صعود طفيف ب 10% ليغلق عند 8300 نقطة وسط تداولات بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا. تصعد بورصة الكويت أيضا ب 1.5% ليغلق المؤشر عند 6973 نقطة. أما في الإمارات دبي تتراجع ب 20%، وقيم التداولات في دبي اليوم كانت في حدود 130 مليون درهم. أما في أبو ظبي فنجد تراجع بأكثر من 13% والتداولات 88 مليون درهم، هذا مقابل صعود في مسقط ب 13% تقريبا، والبحرين تصعد أيضا بنهاية تعاملات اليوم. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ونلتقي بعده ضيفنا المهندس روماني رزق الله خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات والاتصالات لنتابع معه الحديث المتواصل عن التنمية الرقمية وأيضا التحول الرقمي في مصر. كونوا دائما معنا في ملعب. أهلا بكم من جديد. تولي دولة الآن أهمية قصوى للتحول الرقمي وتحديث البنية التحتية والمعلوماتية وتأهيل جميع المؤسسات لما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة. نتعرف على مزيد من التفاصيل من ضيفي المهندس روماني رزق، طبعا خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات والاتصالات ورئيس شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات باتحاد المصدرين والمستوردين العرب بجامعة الدول العربية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. خلينا بداية يعني نعرف من حضرتك السبب في انه في مؤتمرات كتيره جدا في الفتره الاخيره، حتى النهارده مثلا في مؤتمر للاهرام الاقتصادي عن التحول الرقمي وافاق النمو، طبعا خلال منتدى الشباب كان يعني عنوان رئيسي ربما مساله التحول الرقمي وايضا الاهتمام بالتكنولوجيا. كل الاهتمام ده يعني إزاي بينعكس في السياسات اللي بتتخذها الدولة مؤخراً لإرساء وتطبيق التكنولوجيا الرقمية؟ أولاً تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. طبعاً التحول الرقمي ده حاجة مهمة جداً، لأنه هو ده لاعب رئيسي واللي بينهض بالاقتصاد في كل الدول، وهو اللي بيحدث العملية النوعية في التطوير للبنية التحتية التكنولوجية لكل الحاجات اللي بتقدر تعمل تحول للدولة، وبالتالي بتفيد المواطن. يعني احنا لما نيجي نتكلم على التحول الرقمي الديجيتال ترانسفورميشن دلوقتي، انا ازاي اقدر اوصل الدعم لمستحقيه، ازاي اقدر اعمل بوابة وحكومة الكترونية كاملة للدولة المصرية، فاقدر اسهل على المواطن كل الوقت اللي بيقضيه في حاجات انه ينزل يروح مصلحة حكومية او كذا او كذا او كذا.
كل الحاجات دي بقت حاجات مهمة جدا جدا، وبتقدر كمان تنهض بالاقتصاد، لان انا اقدر من خلال ده اقدر اتواصل مع قدرتي مع الدول الاخرى على التصدير، واقدر ابقى بكلمهم بنفس اللغة، واقدر انا يبقى عندي داتا بيز ابقى عارف انا مواردي ايه واقدر ازاي اعظم منها واطورها. فده بقي مهم جدا جدا، وبقي حاجة رئيسية جدا في الدولة المصرية، وزي ما احنا بنشوف الدولة بتنتقل في 6 اللي جاي للعاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة ده مش مكان، زي ما بيقول الرئيس ده حاجة مهمة جدا لينا عشان نقدر بعد كده، يعني مش ان انا بروح مكان جديد، لا ده انا بعمل بنية تكنولوجية حديثة جدا، وازاي بدير كل الوزارات إدارة ذكية ورشيدة. نتوقف عند هذه النقطة، لأنه الناس عايزة تعرف الفرق ما بين وجود الوزارات وكل الهيئات الحكومية هنا في القاهرة وما بين وجودها في العاصمة الإدارية الجديدة. زي ما حضرتك قلت، هو مش انتقال جغرافي فقط، لكن هيكون في شكل مختلف على حسب ما احنا فاهمين في طريقة تعامل الوزارات وتطبيق نظم حديثة جدا. ادينا فكرة، هيكون الفرق ازاي؟ هيبقى فرق كبير جدا جدا، لانه انا دلوقتي بعمل مركزية ولا مركزية في نفس الوقت. طب ازاي؟ انا اولا بيبقى عندي مركزية موجودة في العاصمة الادارية الجديدة، هيبقى عندي حاجة جنب التحول الرقمي او الديجيتال ترانسفورميشن، ده في كلمة اسمها البيج ديتا دلوقتي، وسمعنا ده من السيد الرئيس بيقول ان احنا بنعمل سيرفرز كبيرة جدا جدا موجودة فيها كل الديتا، وفيها ربط لكل الوزارات مع بعض. ازاي انا اقدر اتبادل المعلومات، وازاي الوزارة دي بتقدر تسايكرونايز مع الوزارة التانية، وازاي بيقدروا كل ده يرسم السياسة بتاعت الدولة. ليه ده ما ينفعش يكون في المكان الحالي للوزارات في القاهرة مثلا؟ ده محتاج بنية تحتية ذكية، يعني وده اللي بنسمع عليه المدن الذكية، الانفراستراكشر، بنية تحتية بتاعت الاوبتيكال فايبرز، وكمان اكيد لازم نتكلم على القمر الصناعي اللي اطلق طيبة واحد طبعا. كل الانفراستراكشر دي مع العاصمة، البنية التحتية الذكية اللي بتتصمم في العاصمة الجديدة، هو ده اللي منه تقدر الحكومة الجديدة، أو مش الحكومة، التول الجديدة اللي بتستخدمها الحكومة في إدارة شغلها، المقر الجديدة للحكومة بالزبط. إزاي بقى تستخدمها؟ وبرضو احنا بنسمع على المدن اللي بتنشأ دلوقتي، هي مدن ذكية، فإزاي بقى وأنا إزاي كمان أحول المدن الأخرى، يعني إزاي أحول إسكندرية مثلا تبقى مدينة ذكية، العالمين الجديدة وهكذا. فكل ده بيتكامل مع بعضه. يعني كان أسهل أنه بدل ما نقعد يعني نصلح من البنية التحتية في القاهرة، لأنها على حسب ما احنا فاهمين ستستغرق وقت، لأنه في أعمال حفر ومد يعني كابلات وكل هذه الأمور، كان أسهل أنه كل ده يتم في مكان جديد تماما. طبعا طبعا، يعني ده ما فيش وجه مقارنة، يعني سوري احنا هنبقى بنرقع لو كنا نعمل كده، ما كانش هيبقى يطلع بالكيفية الصح، ولا برضو ولا بالإفشنسي الصح، ولا ده ما كانش يبقى صح خالص. لا بالعكس، انا لازم، وكل الدول في العالم بتتجه لعواصم جديده، وكمان عشان ارجع احافظ على القاهره التاريخيه، ازاي القاهره ليها قيمتها الثقافيه، ازاي انا احافظ عليها واخليها بقى مزار مفتوح، واحنا بنشوف كمان المتحف الكبير، كل ده كله بيتكامل مع بعضه. يعني احنا مش بنشتغل زي برضو القياده السياسيه بتتكلم، احنا مش بنشتغل ده لوحده وده لوحده، انا بطلع قرار، لا ده خطه كامله. واحنا دلوقتي في الدوله المصريه بي عندنا حاجه اسمها 2030 و2052 و2063 لافريقيا، فاحنا بنشتغل في خطه كبيره جدا، بنبتدي نطور في البنيه ديت، وجزء من رئيسي كبير جدا اللي هو الديجيتال ترانسفورميشن، اللي هو التحول الرقمي، هو الوسيله للوصول للنهضه دي. ازاي بقى نقدر نتواصل؟ ده بيوفر حاجتين مهمين جدا، الزمان والمكان، اللي هو الصراع البشري الكبير جدا اللي دايما الانسان بيعاني منه، ازاي عقبه الزمان والمكان دي يقدر يتخطاها. فده بقى مهم جدا جدا. ممتاز. بالحديث عن القمر الصناعي طيبة، البعض ممكن يقول انه طيب لو القمر الصناعي هيساعدنا في الاتصالات والبيج ديتا وكل هذه الامور،
لماذا ننتقل؟ يعني لماذا السرعة في نقل الوزارات؟ ما هو الأمر هيساعدني، ما هو أي حاجات جنب بعض يعني. الأمر هيساعدني، ولازم الأمر ده محتاج بنية. يعني هو الأمر بيعمل إيه؟ ترانسميشن وريسيفينج. فهو بيعمل ترانسميشن، لازم الريسيفينج يبقى يتوائم مع ده، يكون بنفس القوة. بنفس القوة، فده محتاج بنية تحتية برضو تتوائم. إيه الأفاق اللي حيضيفها القمر الصناعي طيبة في مجال الرقمنة؟ الرقمنة بقى القمر، هكلم حضرتك على ثلاث حاجات مهمين جدا. أولا الاستشعار عن بعد، القمر ده هيفيدني في الاستشعار عن بعد، وده كل ده ينطلق تحت الديجيتايزيشن أو الديجيتال ترانسفورميشن. الاستشعار عن بعد ده بيقدر يفيد الزراعة والري والتعدين إفادة كبيرة جدا جدا. لأنه أنا دلوقتي حضرتك دلوقتي الوسائل الحديثة، إزاي أنا أبقى عارف الرياح اللي جاية، منسوب المية اللي أنا هقدر مع الطقس المعين ده أستخدم مية قد إيه عشان لا أهدر مية، وأقدر المية دي مثلا أقدر أستفيد بيها في رقعة أخرى. ده أنا بحاول أبسط للسادة المشاهدين، ده تصور بسيط في الاستشارة عن بعد اللي بيعمله القمر الصناعي. فبيفيد الزراعة والري، بيقدر يفيد، يقدر يديني توبوغرافي للطبيعة الجيولوجية للأراضي المصرية، وكمان ده بيقدر يديني كمان، بقدر أنا أوفر منه كدولة مصرية لدول حوض البحر المتوسط وبرضو المد بتاعنا في أفريقيا حوض النيل، هو بيغطي المناطق دي، فأنا أقدر أبروفايد الدول دي بانفورميشن تقدر تفيدهم، وارجع لريادتي في المعلومات وفي ريادتي في ازاي انا اقدر ابقى بفيد الدول الافريقيه والدول العربيه تاني. فده بالنسبه للاستشاره عن بعد، ده شق مهم جدا جدا. القمر بيفيدني في التطور الجديد، بيقدر يديني حاجه اسمها الاتاحه. احنا كنا بنروح المصالح بتاعتنا نسمع السيستم واقع. بعد تجربة بإذن الله في تقديري، مش هيبقى الكلمة دي بنسمعها تماما، لأنه هو هيقدر يديني حاجتين. هيبقى عندي كابلات ألياف ضوئية وكو أكزيال كابر كيبلز، وبالإضافة للتغطية الـ 24 hours واللي بتعمل كافرج لكل الدولة المصرية بتغطية الخدمة والسيرفينج على خدمة الانترنت اللي من خلالها بتشتغل الحكومة الإلكترونية. فمش هقدر ألاقي السيستم واقع، وبالتالي هيبقى عندي فلو في التحول للمواطنين، وده وبرضه هيساعدني في التعليم. لما كنا الولاد عندنا بيخشوا يلاقوا الامتحان مش موجود أو كذا، فكله ده هيحسن في المجال بتاع الخدمات بتاعة الاتصالات في الحتة دي اللي هي للدولة المصرية. بالإضافة لحاجة تانية مهمة جدا، الخدمات العامة بقى. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الفترة الجاية على ان احنا بنعمل تأمين صحي لكل الدولة المصرية. طيب انا هعمل مثلا، محتاج ان انا اروح بكافرج مثلا لسينا ولمناطق نائية، طب هل انا هبقى محتاج ان انا اعمل انفراستراكشر ارضيه؟ لا، ده انا عندي كفرج اريا تقدر توصلني للمناطق النائيه. وبقر برضو بقدر اوفر خدمات بتاعه الجيل الخامس للمحمول. نقدر نمتلك التكنولوجي دي من خلال القمر، لانه بيديني حاجه اسمها البرود باند. البرود باند هيبقى افضل كتير جدا من خلال القمر ده. فيبقى انا بالقمر ده قدرت اعمل أشياء كتير اللي أنا ذكرتها لحضرتك. ممتاز. حضرتك أشرت للمدن الذكية، كيف تقيم التوسع في المدن الذكية؟ لحد دلوقتي بورسعيد تعتبر هي التجربة الأولى أو النموذج الأولي، اشرح لنا حتتم التوسعات بأي شكل فيها؟ احنا بنشوف العاصمة الإدارية الجديدة، بنشوف بورسعيد عشان بنطبق فيها التأمين الصحي، فكان مهم جدا انها تبقى مدينة ذكية، عشان هو كل الحاجات دي جنب بعض. ازاي يبقى انا عندي بنية تحتية وتحول رقمي، واقدر هكلمك كمان على أهمية الشمول المالي. ازاي انا بقدر، ما انا دلوقتي بعمل حكومة ذكية، فبعمل ايه؟ بعمل بوابة للحكومة الذكية، وبعمل موبايل أبليكيشن. الموبايل ابلكيشن ده خلاص انا بعمل الخدمه دي من خلال البوابه ومن خلال التطبيق. طب هدفع ازاي؟ لازم ادفع من خلال المنظومه الشمول المالي. طيب كل ده مع البنيه التحتيه ده بيعمل لي
المدينة الذكية مع بنية تحتية ذكية في الاتصالات، ذكية ان انا ابقى بعمل فيها سولار سيستم، وسائل طاقة جديدة، طاقة جديدة ومتجددة، طاقة رياح، اقدر كل المباني اللي عندي تبقى بتراعي التنسيق الحضاري. دي بقى المدن الذكية، المدن اللي فيها خضرة مهمة جدا عشان صحة المواطن. كل لكن سهل ان احنا نجري هذه التطبيقات في مدن الكثافة السكانية فيها ليست كبيرة، لكن كيف يكون التحدي في المحافظات الأخرى زي القاهرة والإسكندرية؟ هنتظر من حضرتك الإجابة لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا نتوقف مع فاصل إعلاني قصير ثم نعود لاستكمال حوارنا. كلنا أهلا بكم من جديد، وما زال في ضيافتنا المهندس روماري رزقالة خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات والاتصالات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا. قبل الفاصل كنت حابة أسأل حضرتك على التحدي اللي بيفرضه الكثافة السكانية العالية في القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصرية أخرى، إزاي ممكن نطبق فيها الرقمنة والتحول الرقمي كما نقول بشكل فيه كفاءة عالية وسرعة؟ متهيألي احنا رايحين باتجاه كويس جدا ناحية اسكندرية، وده بقي مهم جدا. عشان كده برضو بقول لحضرتك، يمكن حضرتك لمستي نقطة صح جدا، اللي هو عشان كده احنا بدينا ببورسعيد ومدن القناة، لان هي مدن انا سهل جدا ان انا اقدر احولها، لانها مدن ماهيش فيها كثافة سكانية كبيرة. وبرضو هيبقى عندي الاقصر واسوان، ده في نفس الكلام برضو، في ده احنا بنعمل كمان ده في الصعيد، عشان كده مثلا بيتعمل مدينة ناصر اللي هي تبقى غرب اسيوط. برضو ازاي انا افرغ الكثافة السكانية واطلعها، فاقدر في الوقت ده يبقى عندي مدينة جديدة ذكية، وفي نفس الوقت اقدر اشتغل على المدينة القديمة واطورها واحولها، واقدر اطور من البنية التحتية بتاعتها عشان تقدر تتماشى مع الرقمنة او الديجيتال ترانسفورميشن، اللي هو زي ما بقول لحضرتك حاجة، انا بقول يعني احنا في توجه انه بنهاية 2023 هتبقى الدولة المصرية تم فيها التحول بالكامل؟ في تقديري انا شايف في تقديري بالفلو اللي احنا ماشيين فيه، احنا بنهايه 23 هنقدر نكون وصلنا للتحول الكامل الرقمي في كل محافظات الجمهوريه. عايز اسال حضرتك بخصوص القمر مره ثانيه، طيبه واحد، ايه الفوائد على المستوى التجاري والاقتصادي المباشره؟ ده فوائد مباشرة جدا، لأنه أنا دلوقتي حضرتك لما يجي أي مستثمر يجي انفست، هو بالنسبة له مهم جدا أنه يقدر يبقى عنده انترنت فأخ السرعة عشان يقدر يتفاعل مع كل مجال الأعمال بتاعه. فطبعا ده هيديله الأوبشن ده. احنا بنتكلم في السرعات بتاعتنا ابتدت توصل للسرعات العالمية، احنا بنتكلم في 20 ميجا وفي 30 ميجا و50 ميجا كمان هنقدر نوصل لها خلال سنة من دلوقتي. فده طبعا مهم جدا لبيئة الأعمال، ده هيقدر يساعد زي ما قلت لحضرتك في ان انا يبقى عندي ديجيتال ترانسفورميشن. فمهم قوي المستثمر او الحد اللي جاي انفست يبقى بيتعامل مع حكومة ذكية، يقدر يبقى عنده تعامل واضح جدا بانفراستراكشر قوي جدا يقدر يساعده ان هو يحقق بيئة الأعمال اللي تنجحه وتنجح الشغل بتاعه. فده مهم جدا. طبعا يعني كثير من الخبراء تحدثوا عن
انه هناك ايضا فائده من التحول الرقمي، لانه بيحصل منها تطبيق لحوكمه الدوله المصريه. نحب نفهم من حضرتك كيف سيتم ذلك. الاي جوفرمنت هو ده الاي جوفرمنت اللي هو انا يمكن ذكرته في وسط كلامي وانا بتكلم على التحول الرقمي. الحكومه الالكترونيه هي الحكومه اللي هتدعم فكر البوابات، البوابه اللي بتقدر تعمل الخدمات للمواطن والتطبيقات. يعني أنا دلوقتي سمعنا مثلا على إزاي إن إحنا، وده كان مسار حديث مهم جدا، الشهر العقاري دلوقتي مثلا ده بكل الشعب المصري بيتعامل معاه، إزاي يتم رقمنته، وبالتالي ده هيبقى إحدى الحاجات المهمة للحكومة الإلكترونية. إزاي أنا البطايق، إزاي أقدر الجوازات، إزاي أقدر كل ما هو يخص المواطن اللي بيتعامل فيه مع الدولة يبقى من خلال تطبيق على الانترنت ومن خلال بوابة. فمن هنا لو قدرت أنا أحدث كل المعاملات اللي بيقوم بيها المواطن من خلال بوابة ومن خلال تطبيق على الانترنت يقدر هو يتعامل معاه، فأنا بقدر بوفر للمواطن تسهيل ووقت كبير جدا هو بيقضيه في مواصلات عشان يوصل للجهة دي، وكمان يقف ينتظر يعمل الكلام ده، فهو ممكن بعد ما يخلص شغله يروح يعمل الكلام ده أو يخلص الكلام ده. فده بيوفر مزاج عام، وأنا بقول دايما وزارة السعادة مش لازم تنشأ، وزارة السعادة ممكن تيجي من كل الوزارات بتاعتنا، لما تبقى وزارات ذكية تطبق الإي جوفرمنت الحقيقي هيبقى عندنا وزارة سعادة من غير ما ننشئها يعني. وزارة سعادة أكيد زي الإمارات، شبه الإمارات، لكن فعلا أما بتكون الأمور الحكومية وكل استخراج الأوراق والتصاريح عندما تتم بسرعة طبعا ده بيكون سبب سعادة كبير جدا لكل المواطنين. كمان بيربطوا الخبراء أيضا الوصول لهذا المستوى من الرقمنة بيجفف منابع الإرهاب وبيساعدنا في أن احنا نوصل لمستويات أمنية عالية. نحب برضو نعرف التكنولوجيا دورها إيه في ده؟ لا، دورها مهم جدا، لأن أنا زي ما قلت حضرتك التكنولوجيا بتقدر تعمل لي، احنا بنقول عليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تكنولوجيا المعلومات، كلمة المعلومات، إزاي بقى عندي معلومة وإزاي يبقى عندي قدرة على تحليل المعلومة وبالتالي التعاطي معاها. واخد بال حضرتك؟ ده مهم جدا، إزاي يبقى عندي داتا لكل اللي بيتعامل معايا ده، أقدر أبقى عارف معلومات عنه وأقدر يبقى عندي سوق. طبعا عمرنا ما هنوصل بالسوق إنه يبقى ما فيهوش 0% سوق موازي، بس أبقى عارف الفلوس اللي داخلة للدولة داخلة من خلال مين وبيتعامل بيها إيه. نقدر نتتبع بالزبط مصدرها وإلى أين تصل بالظبط. فهو ده كل ده بيساعد فيه اللي هو التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، وبالتالي يبقى عندنا بيج ديتا وسيرفرز للدولة المصرية، وإزاي أنا أقدر أعمل ده وأتعاطى معاه، وبالتالي يبقى أنا عارف كل ما بيجي عندي بيتعمل من خلاله إيه، وأقدر بالتالي اقدر اتتبع ده واقدر زي ما يقولوا اوقف الحاجه قبل ما تحصل، يبقى عندي قدره على التعامل معها تعامل ذكي. حضرتك اشرت للبيك داتا وايضا اكيد البلوك تشين. نحب نعرف مصر يعني بنهايه 2023 هتكون بتتعامل مع هذه الامور بشكل يعني سهل ولا بنسبه كبيره جدا. انا شايف ان احنا كمان بقى عندنا خبراء وبقى عندنا كل، احنا بنشوف زي ما حضرتك ذكرتي في بدايه الحلقه الاهرام، وهو جريده عريقه جدا بتتكلم على انها بتنشئ بوابه جديده ليها، وازاي بيبقى وده التحول الرقمي مثلا لجريده، وبنتكلم على التحول الرقمي للدوله، وبالتالي الكل التعامل. احنا كنا في وقت من الاوقات ما هوش بعيد بنتكلم على ان مصر تمسك دفاتر، لا ده مصر بتتحول لتحول رقمي كامل دلوقتي. فالتحول الرقمي ده هيقدر يساعد في ان انا اقدر اشتغل بفكر البلوك تشين اللي هو من خلاله اتعمل حاجه اللي هو الانكريبتو كرنسي اللي هو العملات الرقميه. العملات الرقميه ما بقتش رفاهيه، لانه انا دلوقتي زي ما بقول لك الدفع الالكتروني، وانا برضو حابب احنا في مال واعمال يعني، فمهم جدا نتكلم على الشمول المالي طبعا. يعني احنا رايحين لشمول مالي
والشمول المالي ده كلمة مهمة جدا احنا نوضحها للسادة المشاهدين، ما هيش كلمة مقعرة كده صعبة، لا كلمة ممكن نبسطها خالص، يبقى كله جوه السيستم. لا هقول لحضرتك انا بدفع من خلال ايه. هدفع من خلال حاجتين. احنا سمعنا ان البنك المركزي بيصدر ميزة، ميزة دي بطاقة دفع الكتروني بتتم من خلال الحاجة اسمها البي او اس، البوينت اوف سيلز، نقطة البيع. طب نقطة البيع دي هتبقى موجودة في محلات كبيرة، في ستورز، في مؤسسات الدولة، بدفع من خلالها من خلال ميزة اللي بيصدرها البنك المركزي. طيب لو أنا بشتري حاجة صغيرة من عند عم عبده، زي ما بحب أقول عم عبده هيبقى عنده بي او اس؟ لا، فعم عبده ده نعمل له حاجة اسمها الالكترونيك والت، الدفع من خلال الموبايل، وده بيحصل على فكرة. يعني ساعات يقولوا لنا هل الأمية وكذا هيبقى معاها في شمول مالي؟ اه هيبقى في معاها شمول مالي، لأنه كل الناس معاها المحمول التاتش اللي هو من خلال ايكونز يقدر يحول رصيد، هو بيعمله دلوقتي. فيبقى الدفع عندي من خلال نقطة بي او اس ومن خلال الالكترونيك والت اللي هي المحفظة الالكترونية، فيبقى عندي كده شمول مالي الكتروني. ممتاز. طبعا الحديث ممتع جدا في كل هذه الأمور لأنه بنتكلم على المستقبل. أنا بشكر حضرتك جدا المهندس روماني رزق الله، خبير تكنولوجيا أمن المعلومات والاتصالات ورئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد المصدرين والمستوردين العرب. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مشاهدينا، وطبعا يجب أن نشير إلى أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم على تعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشيح بعض الحقائب الوزارية. طبعا نحن نهتم بالحقائب الاقتصادية، وكان التعديل كالتالي: الدكتور مصطفى مدبولي يتولى طبعا رئاسة مجلس الوزراء، والوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبا إلى جانب مهامه الحالية. الدكتور خالد العنان يتولى حقيبة السياحة والأثار خلفا للدكتورة رانيا المشاط، التي ستبقى في التعديل الوزاري لكنها ستتولى حقيبة التعاون الدولي خلفا للدكتورة سحر نصر. هناك أيضا الدكتورة هالة السعيد باقية في حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأما وزارة الطيران المدني فيتولاها الطيار محمد عنبة. نيفين القباج في وزارة التضامن، ومحمد القصير في الزراعة، ونيفين جامع تتولى وزارة التجارة والصناعة خلفا لعمرو نصار، وطبعا ستترك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. دائما نبقى معكم في متابعة للأحداث. شكرا جزيلا لكم، ونراكم غدا على كل حال.